لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. سعيد يلغي مهام هذا المسؤول. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد إنهاء مهام منصب المعطوسي كرئيس عام مدير للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، وكرئيس عام مدير شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية. وأكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها إصدار أمر يقضي بهذا القرار، حيث نشرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: تم إصدار قرار اليوم من الرئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة إنهاء مهام منصب المعطوسي كرئيس عام مدير شركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، حيث أن جاء هذا القرار بسبب هنالك مشاكل في الغاز، حيث تم إنهاء مهامه كرئيس مدير عام لشركة الخدمات لأنبوب الغاز، حيث جاء هذا القرار قبلا من الرئيس قيس سعيد، حيث أعلن الرئيس قيس سعيد من قبل أنه سيحاول تطهير البلاد من أي شخص لم يقم بعمله بشكل صحيح، وأيضا من أي مسؤول ينشر الفساد في البلاد، حيث بدأ أولى قراراته بإنهاء مهام منصب المعطوسي بقرار ناري صباح اليوم، حيث صدم جميع التونسيون بقرار الرئيس قيس سعيد، حيث طلب الجميع من الرئيس قيس سعيد بالاستمرار في ذلك حتى أن تكون تونس بخير دائما.